ايضا يعني انا برضو من النقاط المهمه ان الكابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه النادي الاهلي كان حريص النهارده ان هو يكون متواجد في مران فريق النادي الاهلي، ويعني حديثه مع الاستاذ مع الكابتن سمير عادلي ومعالي السفير شريف عيسى على تيسير كل الامور وتذليل كل الامور لفريق النادي الاهلي. نقدر نقول الحالة هنا مطمئنة تماما، اللعيبة، الحالة الفنية، الحالة البدنية، الحالة النفسية، كل اللاعبين ان شاء الله استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي كلهم مصممين على رسم البسمة على وجوه جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله خطف تذكرة الصعود الى الدور نصف النهائي بمشيئة الله.